والعربية نقرأ من صحيفة واشنطن تايمز حل أزمة قطر، مقال الكاتب جيمس ليونز. لفت الكاتب في مقاله أن قطر تقف على قدم المساواة مع إيران في الدور الذي تلعبه لتقويض استقرار العالم الإسلامي السني، وقد استخدمت قناة الجزيرة الإعلامية التي مقرها الدوحة في شن حرب دعائية ضد خصومها السنة، وقدمت أموالا ضخمة لتمويل الميليشيات الإرهابية لزعزعة استقرار جيرانها. يعتبر كاتب المقال أن سلوك قطر القائم على زعزعة الاستقرار يتناقض مع المشاركة الناجحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأولى التي عقدت في مايو الماضي، والتي استهدفت بشكل رئيسي الحصول على موافقة جميع الدول رؤساء الدول على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فورية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها، فضلا عن عزل إيران. ومن هذا المنطلق بدا جليا خلال القمة أن قطر تمثل إشكالية كبرى بسبب دعمها العلني للجماعات الإرهابية المختلفة، وبخاصة جماعات الإخوان أو جماعة الإخوان المسلمين. وليس مستغربا أن تضطر الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات ضدها، لا سيما في ظل العلاقات الحميمية ما بين القيادة القطرية وإيران. وحقيقة أن قطر تؤدي دور المصرفي والوكيل الدبلوماسي نيابة عن إيران، وهو أمر غير مفيد على الإطلاق بحسب كاتب المقال. يشير الكاتب أيضا إلى أن تنفيذ قطر لمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة حول تمويل الإرهاب سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تم فعلا تنفيذها. يقول الكاتب: تزداد الأمور تعقيدا مع تعليق السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ النظر في صفقات بيع الأسلحة لدول الخليج لحين حل الأزمة القطرية، اعتقادا أن هذا الأمر من شأنه أن يجبر الدول على التوصل إلى اتفاق. ولكن كاتب المقال يرى أن كوركر كان مخطئا ولا يدرك حقيقة أن دعم قطر لإيران وداعش والإخوان المسلمين هو القضية الرئيسية في هذه الأزمة. والأدهى من ذلك أن هذا التعليق قد يقود على الأرجح إلى تعريض صفقة الأسلحة التي أبرمها ترامب مع السعودية بقيمة 110 مليار دولار للخطر. يقول الكاتب أو يؤكد الكاتب أنه على ترامب في هذه المرحلة أن يتولى بنفسه مسؤولية قيادة الموقف الأمريكي إزاء هذه الأزمة. ويجب أن تدرك قطر أنها مخطئة في الاعتقاد أن استخدام الولايات المتحدة لقاعدة الأعداد العسكرية الموجودة على أراضيها باعتبارها القاعدة الرئيسية في الشرق الأوسط يعد بمثابة أفضل تأمين للدوحة لكي تجعل الولايات المتحدة تؤيد موقفها. وإذا رفضت قطر التعاون مع الرباعي في حل الأزمة لابد أن تعلن الولايات المتحدة عن استعدادها للخروج من القاعدة واستبدالها بأخرى. ومن شأن هذا التهديد أن يدفع قطر إلى قبول مطالب الرباعي. ويجب أيضا تأجيل صفقة بيع الطائرات المقاتلة إلى قطر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي لحين حل هذه الأزمة. يختتم الكاتب مقاله وهو بيقول أن الخلاف الخليجي الذي استقطب النظام الموالي للإخوان المسلمين في تركيا إلى تحالف إيران وقطر يعد أكثر من مجرد قضية إقليمية صغيرة. الرئيس ترامب محق في تأكيده أن إيران العدوانية والمسلحة نوويا تشكل تهديدا حاسما فضلا عن الأجندة التخريبية لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى ترامب التمسك بسياسته لمواجهة المحور الإرهابي الجديد لإيران وقطر وتركيا.